بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتم متتبعوا قناه القران الكريم القناه الخامسه الجزائريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعيد جدا بان القاكم في هذا الموسم وفي هذا الموسم بالذات القاكم في موضوع هو من اهم المواضيع في حياه الانسان هذا الموضوع هذا من شده اهميته ساصحبكم فيه طوال هذا الموسم تحت عنوان بقيه الرحله بقيه الرحله موضوع حساس جدا موضوع مصيري موضوع قد تبنى عليه اشياء كثيره ولهذا في هذه الحصه الاولى باذن الله تعالى من بقيه الرحله سأدخل معكم في مقارنة ومقاربة وتأمل وبالتالي أدعوكم بإن الباري عز وجل أن تركزوا معي لأن هذه الحصة بإن الله تعالى سنسعى من خلالها جميعا الذي يتحدث وأنتم الذين تشاهدون سنسعى من خلالها اما الى تصحيح ما يجب ان يصحح او الى اضافه ما يجب ان يضاف او الى اكتساب ما يجب ان يكتسب لان المرء في حياته بين اكتساب واضافه وتصحيح وهذه الامور تكون اما في المعارف او في السلوك او في التوجهات الذهنيه. اسال الله تبارك وتعالى لي السداد والتوفيق في حسن الاداء، كما اساله لكم جميعا حسن التركيز والانصات والاستماع لنستفيد باذن الباري سبحانه وتعالى ونكون من المفلحين باذن الله عز وجل. ونحن جميعا نبحث عن الفلاح. نبحث عن النجاح. نبحث عن الاداء الحسن. وبالتالي هذه الحصه ستساعدنا في ذلك باذن الله عز وجل بقيه الرحله هي الرحله التي سنقضيها باذن الله عز وجل ابتداء من لحظه الموت من الغرغره وقد يقضيها البعض من لحظه مرض الموت الى اما جنه او نار والعياذ بالله جنه نسال الله تعالى ان يجعلنا من اهلها او نار نعوذ بالله تعالى أن يعيذنا وأن يبعدها عنا، اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قربنا إلى الجنة وما قرب إليها من عمل كما قربت يا أرحم الراحمين شرك شرك أو شراك نعالنا من الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق. وشنو إذا كان صبتوا؟ قبل ما نبدأ في هذه الرحله التي ستدوم موسما كاملا اذا كان صبتوا راح نديروا اتفاق بيناتنا هذا الاتفاق ساشرحه ببساطه في هذه الحصه وبسرعه باذن الله تعالى المعرفة وحدها لا يمكن أن تكون قوة المعرفة قدرة على القوة إلى أن القوة الحقيقية تكمن في التطبيق أبليكاسيون أكشن الفعل ولهذا اعلموا ما شئتم ان تعلموا فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والايه صريحه واضحه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الفعل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم افعلوا صلوا كما رايتموني اصلي ما قال افقهوا فقه الصلاه تعلموا فرائض الصلاة تعلموا سنن الصلاة تعلموا مكروهات الصلاة تعلموا شروط الصلاة وفي الأخير لا نصلي ما فائدة كل هذه المعرفة المعرفة لا يمكن أن تتحول إلى قوة إلا إلى تحولت إلى فعل وبالتالي الاتفاق الذي سيكون بيننا بإذن الله تعالى أنه بعد كل نهاية حصة كل بعد نهاية كل عدد اتمنى من اعماق قلبي ان تكون لكم جلسات مناقشه فيما بينكم، انتم الذين تتابعون هذه الحصه. جلسات لمناقشه الموضوع الذي تناولته اثناء الحصه اثناء العدد. جلسات قد تكون على مستوى الاسره. جلسات قد تكون على مستوى الحي. جلسات قد تكون على مستوى المسجد. جلسات قد تكون على مستوى المكان الذي نعمل فيه. لماذا؟ الذي يعلم ما تعلم هذا يتعلم بالسرعه هذا يتعلم بعمق هذا يتعلم اكثر وبالتالي حتى نعلم ما تعلمنا ونحن كلنا نتعلم انا الذي اتحدث وانتم الذين تشاهدون نحن جميعنا نتعلم الا ان الذي يتعلم بسرعه اكثر هو الذي يعلم الاتفاق بسيط جدا ناقش ما تناولناه اثناء الحصه مع اهلك اصدقائك في العمل اصدقائك في الجامعه اصدقائك في الثانويه اصدقائك في المتوسطه اصدقائك في الحي اصدقائك زملائك في العمل ناقش هذه المواضيع وبالتالي سيرتقي وعينا الروحي سيرتقي مستوانا في الوعي الروحي وإذا ارتقى مستوانا في الوعي الروحي، خاصة مع هذا الموضوع المهم بقية الرحلة، ما تبقى لنا من رحلة بعد الممات، موضوع مهم جدا، سيرتقي به وعينا الروحي. اليوم أريد أن أحدثكم عن مقارنة ومقاربة وتأمل. أتمنى أن تكونوا معي دقائق معدودات، إلا أنها قد تصنع فارقا كبيرا في حياتنا، ممكن هذه الدقائق اللي هي راح تمر علينا راح تصنع فارق كبير في حياتنا. تصنع فارق كبير في حياتك الدنيويه وتصنع فارقا كبيرا في حياتك الاخرويه. التامل هو كالاتي: الله عز وجل في القران الكريم تحدث عن التعامل مع الكون. حدثنا عن الكون وكيف نتعامل معه. وحدثنا عز وجل عن الاخره بدءا بالموت كل نفس ذائقه الموت الى الحديث عن الجنه ان للمتقين مفازا او حديث عن النار ان عذابها كان غراما اريدكم ان تكونوا معي في المقاربه والمقارنه التاليه اضافه الى الحديث في القران الكريم عن الكون وكيفيه التعامل معه واعماره وعن الحديث عن الجنه والنار والاخره بصفه عامه بدءا من الموت الى الجنه او النار حدثنا القران الكريم عن الامور التعبديه حدثنا عن الصلاه حدثنا عن الصوم حدثنا عن الزكاه حدثنا عن الحج الامور التعبديه المقارنه في الاتي الايات التي تحدثت عن اعمار الكون وعن الكون وعن كيف نعمر هذا الكون هي أكثر من ألفي آية فيرسي كورانيك ألفين آية والأيات التي تحدثت عن الآخرة بدءا من الموت إلى الجنة أو النار تفوق كذلك الألفي آية أكثر من دميل فيرسي كورانيك تتحدث عن لودر عن الآخرة والآيات التي تحدثت عن التعبد هي مئة وعشر آيات تقريبا لاحظوا الفرق الشاسع بين الألفين أو أكثر من ألفين آية تتحدث عن الكون وإعماره وتحدث عن الآخرة أكثر من ألفين آية الآيات التي تتحدث عن التعبد حوالي مئة آيات الآن سأدخل أنا في المقارنة والمقاربة ثم التأمل أرجو أن تكونوا معي وتناقشوا هذا الأمر بعد ان ننتهي من هذا العدد اليوم. اعمار الكون مهم جدا ومطلوب. احنا مطلوب منا اننا نعمل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مطلوب مننا اننا نعمر الكون واستعمركم فيها. مطلوب أننا نكتشف الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ثم الآيات التي تحدثت عن الجنة والنار والآخرة أكثر من ألفين آية الآيات التي تحدثت عن العبادة أو التعبد مئة وعشر آيات أتدرون ما الحكمة في كل هذا؟ الحكمة تقول: ان ترتبط بالاخرة، وهذا الارتباط بالاخرة يجعلك تعمر الكون، وبالتالي ستكون حتما عابدا لله. الكثير من الناس يظن بان صلاته وحجه وزكاته هذا اكبر ما يمكن ان يؤدي به الى اعمار الكون والى ابدا. تفكرك في الاخرة هو الذي سيجعلك متعبدا. إعمارك للكون هو الذي سيجعلك متعبدا، إعمارك للكون سيعلمك شيئا يسمى رسالتك في الحياة. معرفتك بالاخرة ستجعلك دائما يقظا، متمسكا، وبالتالي ستكون حتما عابدا. في هذه في هذا الحصص باذن الله، سأحدثكم عن الاخرة، عن بقية الرحلة، بدءا من الموت إلى الجنة أو النار. اسال الله تعالى ان يوفقنا للخير والصلاح جميعا ادعوكم ادعوكم لمناقشه هذا العدد مع اهليكم، في عائلاتكم، مع اصدقائكم، في عملكم وبعدها مباشره نلتقي في العدد المقبل باذن الله تبارك وتعالى مع بقيه الرحله بقيه الرحله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.